ضيفنا أيضا في واشنطن السيد جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق. سيد جويل، أهلا بك. هل يمكن بالفعل أن تخرج هذه القمة الثلاثية بإعلان اتفاقية دفاع مشترك؟ هل نحن أمام ناتو جديد في هذه المنطقة؟ من دواعي سعادتي أن أتحدث لكم اليوم. هذه القمة لها أهمية كبيرة، وهي الأولى من نوعها بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهناك لقاءات سنوية مثلها من هذا القبيل وفقا للتقارير ووفقا للمفاوضات التي تم تناولها من خلال الإدارة الأمريكية. وأعتقد أن المسألة بشأن الدفاع المشترك الأمر مطروح في النقاش، وهذا يعني ولا يعني هذا أن هناك شيئا من هذا الخصوص الذي سوف يتم توقيعه اليوم، لا يوجد من هذا القبيل. الولايات المتحدة بالفعل لديها تعاون وشراكة دفاعية بالطبع مع الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولكن الأمر يتعلق بكيفية تحقيق التكامل والاندماج بين الدول الثلاث. ولابد أن نتفهم أيضا أنه هذه هي البداية لتلك العملية من التعاون المستمر والحوار المستمر بين الدول الثلاث بشأن كيفية مواجهة كوريا الشمالية والصين وتناول كافة التهديدات الأمنية. سيد جويل، برأيك لمذا كامب ديفيد اختيرت كمكان لعقد هذه القمة؟ لم تختار مثلا جزيرة كادوغدو، وهي جزيرة متنازع عليها بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبالتالي تحل مشاكل عالقة بين اليابان وكوريا الجنوبية، إذا كان الهدف في النهاية أن نذهب إلى تحالف قوي لا تثيره مشاكل تاريخية موجودة حتى الآن؟ حسنا، إن معسكر كامب ديفيد يعتبر مكان رائع ومناسب جدا لكثير من الأسباب، منها الأسباب التاريخية كما تعلمون. بالطبع الأمر يتعلق بالمشاكل التاريخية التي وقعت فيها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، حيث كان هناك لقاء بين القادة لمشاركة وجهات النظر، وكان توصل إلى معاهدة سلام، وهذا كان مكان بعيد تماما عن واشنطن، والحلفاء للولايات المتحدة كانوا موجودين لتناول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكان هذا هو الأمر المختار بأن يسير بهذا الشكل حيث يكون ملائما لكافة الأطراف لبناء الحوار الفعال. ولهذا تم اختيار كامب ديفيد لمشاركة الأفكار ووجهات النظر بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أيضا، وأيضا لإرساء هذه القواعد الأساسية للشراكة والعلاقات الطيبة والتي كانت تتسم في الماضي بكثير من الصعوبات عقب الحرب العالمية الثانية. طب أعيد السؤال مرة أخرى بشكل أوضح، لماذا كامب ديفيد وكأنه يقول إن هناك تحالف بقيادة أمريكية بغض النظر عن أي خلافات بين شريكين آخرين في هذا التحالف، اليابان وكوريا الجنوبية أعني، فبالتالي هناك رغبة في تحقيق الهدف الأمريكي بغض النظر عن أي مشاكل مع باقي الأطراف؟ بدون شك أنت على حق، الولايات المتحدة ترغب في دعم السلام والدبلوماسية على المستوى العالمي، وهي تحاول أن تدعم أيضا المصالح الأمريكية في النهاية، وحيث تحقق هذه المصالح من خلال دعم الاستقرار والأمن، وهذا ما يسعى إليها الرئيس بايدن لحماية الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. فالفكرة الرئيسية هنا من خلال هذا المؤتمر في كامب ديفيد، هذا يخطر الشعب الأمريكي أن هذا أيضا لصالح الأمن الوطني الأمريكي، لأنه سوف يكون هناك يوما ما، وأنا على يقين أن الرئيس سوف يطلب إلى كثير من التعهدات من جانب الكونغرس والشعب الأمريكي كحل نهائي للدعم اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة العاديات. بشأن السؤال الأول، ربما يكون هناك في المستقبل تعهدات أكبر بشأن الدفاع المشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا مطلب في غاية الأهمية أيضا على المستوى السياسي، ولكن الرئيس يحاول أن يظهر ويخبر الشعب الأمريكي أن هذا الأمر لديه بعض الأغراض السياسية، أن يكون هذا اللقاء بدلا من أن يكون في واشنطن أن يكون في كامب ديفيد، فبالتالي يمكن أن يكون دعم من جانب الكونغرس والشعب الأمريكي، ربما هذه هي الأفكار في داخله.
أستاذ جويل، هناك تحليلات تقول إن رئيس كوريا الجنوبية ربما يجازف سياسيا داخليا بالاشتراك في مثل هذا اللقاء الذي يجمعه مع اليابان بسبب المشاكل التاريخية العالقة حتى الآن، فبالتالي هل تعتقد أن هذا التحالف هناك ضمانات لاستمراره أو تقويته في المستقبل كما قال الزعماء الثلاثة في المؤتمر الصحفي اليوم وكما قال أيضا جاك سوليفان في المؤتمر الصحفي قبل هذه القمة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. كم يمكن أن نتوقع أن تستمر هذه التعهدات من خلال هذا التحالف؟ وهذا يأتي وفقا للتاريخ من العلاقات الطيبة، حيث أن الأطراف كانت هناك بعض المشكلات في الثقة المتبادلة بين كوريا الجنوبية واليابان، ولكنهم يثقون في الولايات المتحدة، ولهذا لدينا الولايات المتحدة تحاول أن تتوسط في هذا الحوار. وأيضا كما ذكرنا، كوريا الجنوبية ورئيسها ربما يخاطر بسلطته ويخسر مناصريه، ولكنه قدم الكثير من التعهدات للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات مع اليابان، وهذا يضمن استمرار هذا التعاون مستقبلا من خلال الولايات المتحدة، حتى إن كانت هذه التعهدات من جانب الولايات المتحدة تشمل بعض التعهدات إلى اليابان. وهذا هو النوع من الدور الذي تحاول أن تلعبه الولايات المتحدة، أن تكون ضامنا لهذه الاتفاقات، فبالتالي هذه الاتفاقات يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بدون تغيير في القيادات. أستاذ جويل، دعنا نمد خطا أبعد من كامب ديفيد وهذا اللقاء الثلاثي. هناك أيضا تحرك استرالي وهي حليفة أساسية للولايات المتحدة مع الفلبين لإجراء ربما تعهدات عسكرية في هذه المرحلة، وربما تضاف هاتان الدولتان إلى الدول الثلاث في كامب ديفيد. إذا نحن أمام محور أوسع ربما نجده في المحيط الهادئ، ليس مجرد فكرة البحث عن السلام والأمن في المنطقة. نحن نرى كثير من تعميق من هذه العلاقات. أنت على حق، كوريا الجنوبية ورئيسها هنا منذ عدة أشهر أيضا زار البيت الأبيض عندما وصل، وكان رئيس الوزراء الهندي أيضا زار الولايات المتحدة وحضر بعض الفعاليات الهامة، وأنا كنت موجودا في البيت الأبيض أيضا، وكان هناك الكثير من الطاقة الإيجابية بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الهندي، وكان بحضور بعض الدول الأخرى. وخلال بعض الزيارات المتبادلة منذ عام كانت هناك كثير من الاتفاقات مع أستراليا بشأن شراء الغواصات النووية، وبدلا من فرنسا كما نرى هناك كثير من التحولات من أجل تعزيز العلاقات الأمريكية مع هذه الدول بشكل مستقل، بالإضافة إلى التعاون من خلال تحالفات صغيرة وترتيبات أمنية صغيرة. ولهذا هذه الدول مهتمة بما يمكن أن يحدث في منطقة الهندو باسيفيك، ولديهم مصالحهم الخاصة، وهم ينظرون إلى ما التمدد الصيني، وهم يرغبون في أن يكون هناك علاقة أكبر مع الولايات المتحدة، وهذا ما يدفع هذه النوع الجديد من الشراكات. ربما أيضا الصين استبقت ما يحدث الآن بإجراء ربما اتفاقات في جزر سليمان، ربما تقيم هناك بعض القواعد العسكرية، فبالتالي نحن أمام توزيع جديد لرقعة الشطرنج في هذه المنطقة. ربما يتحول المحيط الهادئ بحر الصين الشرقي إلى منطقة صراع وليس لمنطقة بحث عن سلام وأمن وفقط. أتمنى ألا يحدث ذلك، حقا لا أتمنى ذلك، حيث أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين ربما يكون كارثة للعالم أجمع وللاقتصاد العالمي ولشعوب المنطقة. والفكرة الأساسية هنا الحاجة إلى ضمان أن يكون هناك توازن كافي في البيئة الأمنية، حيث لا يمكن لأي طرف أن يتحرك عسكريا. وعلى سبيل المثال الصين التي كان لها تحركات عدائية في بحر الصين الجنوبي باتجاه جزر سليمان، وكان هناك كثير من الفعاليات العسكرية والتدريبات العسكرية باتجاه تايوان. هذا أمر مفهوم تماما أنه ربما يكون له تبعات وعواقب وخيمة تتطلب التحركات العسكرية. هذه ليست مناورة من جانب الولايات المتحدة لإجبار الدول لدعم الولايات المتحدة، هذه الدول بالفعل لديها الإرادة الحرة واختارت الشراكة مع الولايات المتحدة، كلها دول ديمقراطية
وكلها الدول لها قائد ورئيس منتخب ويرى من وجهة النظر السياسية من مصلحة دولته الشراكة مع الولايات المتحدة، وهو رسالة إلى الصين عدم الاستمرار في العمليات العسكرية. هذا الأمر ليس باليسير، ولكن هذه العلاقات تؤكد أهميتها من خلال هذا الاتجاه.